نتعرف على طريقة وكيفية إيجاد المحافظات على تطبيقكم شيئان. نقوم بضغط هنا تطبيق شيئين، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على محافظات، بعدها سوف نقوم بانتظار قليلا، وهنا سوف تجي جميع المحافظات والتاريخ. هنا سوف يظهر لك رقم الحساب خاص بك. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بحل المشكلة. لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.